اخونا خالد رفاعي، خالد مصلح، خالد مصلح عضو رابطة نادي الكويت، بيوضح لنا شنو صار اليوم في المدرجات. مساك الله بالخير اخوي خالد، صبحك الله بالخير. على متابعينك وعلى مشاهدينك الكرام، يا هلا مرحبا الله فيك، يحييك اخوي. الله يعزك. وضح لنا شنو صار اليوم. احنا كنا قاعدين زين، ودشوا علينا جمهور العربي بدايه المباراه، هنا دشوا علينا الرابطه وقاعد يشجعون برقان تقريبا 59 دقيقه، ودياي بكير قاعد يشيلون شيلات على اللاعبين، وشال يعني كل ما يصد زوجي مكان كوره قاعد يشجعونه، يعني كنا عربي قاعد تدع بركان ما قاعد تدع فريق. شنو ضايقكم من هذا الموقف؟ يعني تصرف عادي جماهير. اكيد لا مو ضايقنا، مثلا من يكون في جمهور فوق قاعد زين وقاعد يغلط وقاعد يسب زين، يعني ما حد يرضى صح؟ واحد الحين انت قاعد تسولف وقاعد غلط اي نعم وقاعد تسب وما في كلمه ما قلتها، يعني خلاص تسكت لي متى؟ 59 دقيقه انت ساكت، اخر دقيقه واحد من ربعنا هدف العصا مالت الطبل على واحد، يعني اللي يتكلم من قبل شويه توقع الاخ عبد اللطيف من السرق الاعلامي دوان عرباوي اللي ما خلى كلمه بالمدرج ما قالها وقاعد يوجه الكلام علينا واحنا ساكتين، يعني هم تارسين الصاله واحنا فينا 20 واحد، يعني معقول ال 20 واحد يطقون جمهور العربي هذا كله اللي بالصاله؟ مستحيل. اخوي خالد كان في الات حاده يقولون، يعني كان في المسجل اللي ماسك اخوي شيشه الكترونيه، وفي ناس موجودين محايدين من جمهور الغاتسيه، جمهور السالميه كانوا قاعدين، يعني ما كان في الات حاده. لا ما في الات حاده نهائيا، وبعدين اخوي احنا 59 دقيقه قاعدين، يعني شلون ان انا ابي اشيل سكين ولا اشيل اللي قاعد يذكره هو؟ اللي بيده شيشه الكترونيه مو لا سكين ولا شيء، وليش ما تهاوش من بدايه المباراه؟ ليش انطر لاخر دقيقه؟ وهم اللي دشوا علينا. ومفروض يكون حتى في تنسيق من الداخليه انه ما يدش عليك الجمهور الا تنتهي المباراه الاولى. هذا هو اللي المفروض. زين ترتيباتكم اخوي خالد حق مباراه يوم الاحد، شنو مطالباتكم وترتيباتكم حق المباراه عشان ما يصير في مشاحنات؟ تقسيم المدرج يكون في امل بالمدرج. هذا اللي راح يحافظ على الجمهور وسلامه اللاعبين، ان اذا صار نفس الطريقه اليوم اللي صارت مباراه الكويت وبرقهم راح اتوقع يصير اكثر من اللي شفته اليوم. اخوي خالد انتم كان عندكم يعني اكيد في المسؤول عن الرابطه، هل يعني يوضح على الالتزام بالروح الرياضيه عن عدم الرد عن الشتائم وعن كذا؟ كل اسبوع ونقعد مع رئيس الرابطه وتعليمات والعلاقات العامه، يعني دائما نقعد وياهم وفي اجتماعات، واحنا يمكن رابطه نادي الكويت يعني ما شفت من عندنا، يمكن سمعت اذا سووا مشكله ولا شيء. احنا رابطه مسالمه ولا قاعد هذا، واصلا مباراتنا احنا ويا الاتحاد السوري كانت ويانا رابطه السالميه ورابطة الغاتسية، رابطة العربي وينها؟ مو هذا ممثل الوطن؟ كيف هم هذا؟ هذا حرية 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 شخصية، فأنا قاعد أقول لك يعني أنا هذا مو أهم شيء. أهم شيء رسالتنا لك يا أخوي خالد، أهم شيء ضبط النفس في المباراة القادمة وبعدوا عن المشاحنات، وإذا شفتوا أنتم واحد من الدخلاء سواء الرابطة يمكن أنتم عددكم معين لكن أنتم عندكم جماهير، لازم توعونهم، لازم تقولون لهم اللي معاه آلة حادة ولا كذي، يعني يا ليت يعني أنتم تصرفكم من عندكم تنبذونه من عندكم. أنا دشيت احب اوضح سكاكين والامور هذه ولا في شيء من هذا نهائيا. 59 دقيقه ونص اخر 20 ثانيه يمكن بالمباراه، ما شاء الله عليك عادهم ها. اي اكيد عادهم، ان انا قاعد اشوف تويتر شاب على رابطه نادي الكويت، يعني عشان تدري الواحد لازم يدش، بيسكت ليش يدش يقول الحق؟ هذا اللي صار وقلت لك اياه. حبيبي جزاك الله، عندك كلمه اخيره بس؟ يعطيك العافيه ومشكور حبيبي، عافيك طول لي عمرك.